هي كاينه مراه وحده تسكن في سور الغزلان دوكا ماتت الله يرحمها، راهي تبرعت لهنايا بالعاليه نسمى الموتى، قال انا ندفنوا فيهم لهنايا وهي بارك الله فيها على واش دارت. العاليه هذه انا نعرفها، هذه المقبره هذه ناس زمان قالوا بلي انسانه طيبه حمزه هذه العاليه تبرعت بحقها، تبرعت بها باش يدير الخير. العالية حمزة امرأة تجاهلها التاريخ ولم يبق لها في سجلاته سوى اسم يحفظه الجميع، تجسد في أشهر مقبرة في الجزائر تقع بالعاصمة، يرقد فيها الزعماء والرؤساء وشخصيات تاريخية كبيرة، سيدة ذات أصول نائلية عريقة وذات مال ونسب. سنة 1928 جعلت أرض هذه المقبرة الشهيرة وقفاً أياماً قبل توجهها لأداء مناسك الحج برفقة أمها فاطمة شعبان وزوجها محمد، أرض وهبتها للجزائريين من أجل تكريم موتاهم ودفنهم في فترة كان المستدمر الفرنسي يفرض إتاوات تعجيزية لدفن الموتى المسلمين. مقبرة العالية سميت في الحقيقة على اسم من وهبت هذه الأرض اللي هي العالية حمزة، ولدت سنة 1886 وتوفيت سنة 1932 من منطقة سور الغزلان. بعض الناس يقولوا أنها سورية ولكن هي صورية في الحقيقة، من منطقة سور الغزلان وهبت الأراضي أو وهبت 800 ألف هكتار من الأراضي المستعمر الفرنسي الذي كان يحرم أبناء الأرض من الموت في أرضهم. عرفت العالية حمزة بكونها امرأة فاضلة خيرة وشهد لها بمكارم الأخلاق، استغل ثراءها في كفالة اليتامى ومساعدة المساكين والأرامل من كل ربوع الوطن، إلا أن التاريخ لم ينصفها، لم تعرف هذا أو غطى التاريخ عنها، لم تدفن في مقبرة العالية بل دفنت في مقبرة في سور الغزلان في منطقة البويرة. توفيت العالية في ظروف غامضة كما اختفت ثروتها بشكل مريب، وتتحدث الروايات عن وفاتها الغريبة أيضا وتكاد تشبهها بالمصير الذي لاقته كليوباترا.